خلينا بقى نروح لنوستالجيا الاهلي، وزي النهارده زي ما متعودين مع حضراتكم 4 يوليو، بس عام 1996 فاز الاهلي بكاس مصر بعد الفوز على المنصوره كان ب 3-1، واحرز اهداف الاهلي كان احمد فيليكس هدفين وهدف لوليد صلاح الدين. الاهلي لعب مع المنصوره سبع مرات في تاريخ بطوله كاس مصر، فاز فيهم جميعا. بشكل عام فاز الاهلي كمان بطوله كاس مصر 37 مره. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. ركنيه عاليه لسه بقول لحضراتكم في منتهى الخطوره، وازاي المدرب بتاعه لازم يقول له في منتهى الخطوره احمد فيليكس القناص يحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. فيليكس في الدقيقه 21 من الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي بهدف لاحمد فيليكس. هنشوفه مره ثانيه اهو، لان الجول مش قادر وعدت الكوره مش ما يقدرش يعمل. وليد ماشي، وليد وماشي عاوز يجيب منها ضربه ركنيه ويعدي وعدى وحط الجول. وليد صلاح الدين حط جول جميل 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 جميل. اهلا كابتن سامح، مشرف على الكوره كابتن سامح وهبه. بنقول الدور وراجع، هادي خشبه وحسين السيد، وهادي جوه الجول. الله الله، الجول الاول في دقيقه 15 ونص من بدايه اللقاء. مره ثانيه من ناحيه الشمال ياسر ريان، ارضيه حسام حسن، وحسام حلوه جوه جول. الله الله الله، ايه يا ابني ده؟ وحشتنا. انا بكلمك عن نفسي، الكوره بتاعت التسعينيات، كوره التسعينيات وفكره زئير الجماهير في المدرجات، وخصوصا يعني للاسف الشديد النادي الاهلي بقاله فتره طويله بينافس في كل البطولات المحليه والاقليميه والقاريه وحتى الدوليه، ومحرومين من ان احنا نسمع الصوت ده. العب يا اهلي. والتشجيع وفرحه عارمه مع كل فوز، وفرحه عارمه مع كل هدف. يعني اتمنى ان شاء الله ربنا بقى يزيح الموضوع ده بتاع كورونا قريب، ونرجع مره تانية نستمتع، لانه جزء كبير جدا جدا من متعه متابعه مباريات كره القدم للاسف منقوص بقاله فتره مش قصيره، وان شاء الله الوضع ده يتغير بقى عن قريب باذن الله. نتمنى حقيقي.